النصر يفاوض خيار جديد في خانة الظهير الأيسر ورحيل جديد للاعب محلي. وكالعادة حط لايك واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك. للأسف بنسبة كبيرة جدا انتهت قصة انتقال اللاعب الأرجنتيني بالتاسار رودريغيز اللي كان مرشح للانتقال إلى صفوف نادي النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي. نادي راسينغ كلوب الأرجنتيني توقع وصول عرض مناسب من النصر، لكن مرت الأيام وما في أي تقدم في موضوع الصفقة. نادي النصر لم يقدم العرض الرسمي المناسب، لذلك لن ينتقل اللاعب بالتاسار رودريغيز لنادي النصر، مع انه اللاعب كان موافق على الانتقال للنادي. تحول المدافع إمريك لابورت إلى حديث الساعة حاليا. وكيل أعمال لابورت يسعى إلى إنهاء عقد المدافع مع نادي النصر نظرا لإمكانية اللعب مع نادي ريال مدريد الإسباني، وأعطى أنشيلوتي مدرب ريال مدريد موافقته على الصفقة. المدافع إمريك لابورت مستعد للتنازل عن بقية عقده مع النصر والتي تبلغ 50 مليون يورو للمغادرة واللعب في الدوري الإسباني. نادي أتلتيكو مدريد أيضا يرغب في الظفر بخدمات اللاعب الإسباني ويفكر في تقديم عرض خلال الفترة المقبلة. ليس أتلتيكو مدريد فقط، بل أن هناك أحد كبار أوروبا مهتم باللاعب. لويس أنريكي مدرب نادي باريس سان جيرمان طلب من إدارة النادي الباريسي التعاقد مع المدافع لابورت، وكمان نادي أتلتيك بلباو يجري مفاوضات مع لابورت للتوقيع معه. أربع أندية تستهدف في التعاقد مع اللاعب. إدارة نادي النصر لن تتنازل عن عقد لابورت إلا في حال وصول عقد مناسب من هذه الأندية. إدارة نادي النصر ترغب في التعاقد بقوة مع اللاعب عبد الإله الخيبري ظهير أيسر نادي الرياض خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وينتهي عقد اللاعب مع نادي الرياض في عام 2026. الظهير عبد الإله الخيبري يملك العديد من العروض القوية هذا الصيف. القادسية ينافس نادي النصر على التعاقد مع الظهير عبد الإله الخيبري. الفتح والتعاون والاتفاق مهتمين باللاعب أيضا. نادي الاتفاق يقترب من التعاقد مع اللاعب الإفواري سيكو فوفانا، ويخطط أيضا لاستعارة المهاجم محمد مران. ووافق نادي النصر على إعارة عبد العزيز العليوة إلى الاتفاق لمدة موسم. اختار المدرب لويس كاسترو أربع لاعبين من قائمة الشباب من أجل الانضمام إلى قائمة الفريق خلال الموسم القادم. المهاجم سعد حقوي والمدافع عواد أمان ولاعبا خط الوسط راكان الغامدي وعبد الرحمن العنزي. دحين عندنا أخبار سريعة. هناك نادي سعودي يستهدف التعاقد مع راموس. جيسلان كونان يرفض الانتقال بنظام الإعارة. قد يعود الفريق إلى الرياض بعد معسكر إسبانيا لعدم توفر ملاعب للتدريب في مدينة أبها. وختاما لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. ظهر لكم الآن على يسار الشاشة مقطع، شيكوا عليه وأشوفكم المقطع الجاي.